بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قضية يلتحق بها قضية المفتي خرج أيضا في الأيام الأخيرة، وكأن قضية الختان ما زالت مشتعلة. قال الحكم، ما بنتكلمش في الحكم، لا دي فتوى، لأن الختان، في مضرة نفسية وطبية. الكلام ده من المفتي، وإن كان ظاهره العلم وممكن ينبهر به البعض إن لا ده أنا بأقر بالحكم الوارد، بس دي فتوى، تتناسب مع الزمان والمكان. لا ده الكلام ده غلط وخطأ، حتى كفتوى، لمصادمتها الحكم. ولان ايه المضره؟ ما انت لما تنظر في نصوص الشريعه، اذا التقى الختان وجب الغسل، فدل على ان المراه تختتن. وفي الحديث الفطره خمس، منها الختان، ونصوص صحيحه، ما اعترض عليها احد. ان كان البعض تكلم في احاديث اشمي ولا تنهكي، فالمعنى صحيح بيتوافق مع سائر السنن، لان فيها ايراد وذكر المعنى الختان، وبالتالي حتى لو كان النص ده ضعيف أو في ضعف محمول على غير مما صح وثبت، هذا من جهة. والنساء شقائق الرجال في الأحكام، وحكم متقرر. ذهب البعض لوجوب ختان البنت لا ختان الذكر، زي الشيخ جاد الحق، وألف رسالته أورد فيها أقوال أئمة المذاهب الأربعة، وانتصر للقول بوجوب ختان البنات، ده قول شيخ الأزهر الأسبق. البعض ذهب إلى أنه مكرمة، مستحبة وسنة، على حد تعبير المتأخرين. الإمام ابن القيم في تحفة المودود ذهب إلى أنه مكرمة، فأن يتم المنع دي مسألة مصادمة، اعتبرها حلية، فضلا عن أن يكون الأمر واجبا يحتاط الناس لأنفسهم. وتكلم البعض معللين زي ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن لما كانت نساء الفرنج لا يدرين الختان هذا، اشتدت فيهم الغلمة والشهوة والفاحشة تبعا لذلك. انظر، فالعلماء تكلموا في المسألة، فسواء كان قضية مستحبة الذي واجبة حتى مباحة، خليها مباحة لا تحرم. أن يأتي كلام المفتي وكل الفتوى أن احنا نمنع الختام ونحرم ونجرم الختام لكون في مضرة نفسية وطبية، ده كلام، ده قمة التلبيس، لأن مؤدى هذا الكلام نسخ واستئصال الشريعة بالكلية. أن تيجي على أي حكم شرعي لا يعجبك تقول الفتوى تحريم، هات أي مسألة تختار، تحريم تغطية الوجه والكفين، تحريم الحجاب، ليه حرمته؟ يقول لك الحكم ثابت، بس أصل النقاب دلوقتي بيعمل مضرة نفسية أو طبية، بيعمل مضرة نفسية أو طبية. وما كان ربك نسيا، ده أنت هتهدم كل نصوص الشريعة بجرة قلم، بجرد كل حكم انت عايز تروه وتزوغ فيه وتجعل الحرام حلالا والحلال حراما، قول انها فتوى، وفتوى طبيه. مين اللي قال لك انها طبيه او نفسيه؟ ما اخواتنا والله الحمد والمنه مجلببات، ولا طبيه ولا نفسيه ولا حتى ازمه، اذا ما قرنت بازمه عنوسة عند سائر النسوه ونحو ذلك، صلاح للبلاد وللعباد. ايه الازمه في الختان؟ الاطباء، كل الاطباء كانوا يختنون النساء، كل الاطباء وبدون استثناء في المستشفيات في العيادات قبل أن يصدر هذا الكلام. كن ثلاثة أربعة يعترضون في المقابل وفي المواجهة، نصوص الشريعة حاكمة، سيف مسلط على الطبيب وعلى المهندس وعلى غيره. ناهيك عن أن الجمهرة من الأطباء كان بتختن، ولو تركت هتختن، هتختن اليوم. مسألة درسناها، لو رجعت الكتب الطب احتاج مسألة الختان والكيفية ونحو ده، مدرسة، مسألة مدروسة، كسائر المدارس، كسائر المسألة. فإيه الناحية النفسية اللي طرأت والطبية اللي نشأت في أيام المفتي؟ مشكلة، شغل تدليس وتلبيس لا مبرر له. إيه الناحية النفسية اللي انجرت؟ كون إن بنت حدث لها ختان وفيه جو، امنع الجو،
امنع التعدي، ده ظلم مرفوض. وانت لما تمنع الجور والتحدي يعني المساله تتقدر بقدريه. واحد اخطا هو الذي يراجع، هو الذي يعالج، فاصطلح كل فريق على حق. والا فمنطق المفتي ان مظهر حدثت لواحده ختنت، واحد ختنها ختان غير سليم، جر في الختان، ما ده نفس القضيه دي موجوده في كل المهمات والمهن. ما احنا ما عدمناش الطبيب اللي حتى سايب المريض يموت وبيشوف المباراه. امنع مهنه الطب، شهر بكل الاطباء طبيب ساب الفوطه في جسم المريضة، ايه رأيكم نمنع الجراحة؟ نقول عشان ده في اصل طبيب، نمنع المضرة النفسية والطبية اللي نشأت ان في طبيب ساب الفوطة في جسم المريضة. امنع الطب، اقفل كلية الطب. ونفس القضية اقفل كلية الهندسة. ليه؟ لما عدمناش ابدا مهندس غشاش او مهمل، العمارة لسه مبنية وحتنهار في البير في نفس اليوم، في نفس اليوم اقفل كلية الهندسة. شهر بجميع المهندسين، ما منطق غير مقبول. ويس على كده بقيه المهمات، منطق غير مقبول. العدل اساس الملك وبإقامه السماوات والارض، ختم مشروع يبقى مشروع. وتقول انت سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. وتصرف الحاكم منوط بالمصلحه، والمصلحه للامه في ترك حتى مستحب فضلا عن واجب، والمساله تتطلب نظرا شرعيا وفق. نحن نفرق بين الحكم والفتوى. ان انت مثلا، اضرب لك مثال على كلام المفتي لو صح، في ايه؟ ان انت مثلا في مجاعه مخمصه لم تجد الا ميته، اقول لك كل الميته دي فتوى، فتوى على قدك، على قد الظروف التي تمر بها. ليه؟ لأن أنت في حالة اضطرار، مخمصة وشدة، مجاعة، لم تجد إلا الميتة، وإلا فأصل الحكم تحريم الميت، حرمت عليكم الميتة والدم. كلام المفتي يصدق على صورة كهذه، على واحد مستكرة حيموت لو لم يحلق اللحية مثلا، مثلا تقول له والله رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والاستكراه بيلغي الاختيار، بيرفع الاثم والذنب. بيحكي لك حاله اضطرار، هيموت، هيموتوه عشان المساله ديت. تقول له دي انت مستكره، مفيش اشكال، وربنا يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. دي فتوى على قد الشخص ده في الظرف والزمان والمكان ده. والا فانا لو صعدت على المنبر وتكلمت في حكم اللحيه اقول اطلقوا اللحيه، أحفوا شوارب، خالفوا المجوس، وفوا أوفوا أرخوا وفروا. كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كافة عظيمة الطول، كانت قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، لم يؤثر أنه لا أخذ لا من طولها ولا من عرضها. ده الحكم، ده حكم المسألة. كون إن واحد جاي لي بظروف خاصة دي فتوى على قد الشخص ده، على قد الشخص ده. والعلماء يقول